عنديش دخان. اوه لازمني نهبط. مش ليه مامي مش نشرو دخانة برجو ليا معينيش باش نشرب دخان. يعطيكم الصحة. أهلا بلوليتا، الحمد لله عزيزتي. وانتي شنو حوالك؟ كيوتة أمك إيش؟ صح صح البنتي صح. يعطيك الصحة عزيز، سمتو بلي ياسر موجوعة. قبل نوعية الكاميرا مش كما توا، الكاليتي خير. نزيد ريم توا احلى طايف في الكاليتي متاع المسلسل. لول امين لول لول. بيجاما ماما، هذيك بيجاما متاع ماما. علاش خبيتو؟ والله بيجامات، علاه تحب تاكل بيجامات؟ ديما عندها غرام بلي بيجاما نتاعي بالكلاست. نلبس ولك المريوله يجي قدك. الكلاست هذوما شريتهم جدد. عذر، استنى نوريك كيفاش حلتهم. مازالوا بالتيكي نتاعهم. لالا كيوتا حلتهم التيكي. تيكيها كليت التيكي. هكي كان ده غرام جب تاخد. شفما شنو تحب؟ عايشكم ريمو الساعة لازم تاخد لونطافين وتركش في الفرش. كان تنحات الوجيعة مشي نشري دخان، كان ما تنحاتش نرقد. هكا كرسية مامي هكا يا بنينة. سايب غادي سايب غادي تتسلوس تحب تست كرسيتها. عاد سهل ياسر نواني نشري لك كلاست في عاد ما نشري لك لعب أرخص تتكلف الحكاية. هكذا شريت لسيمبا. ليه ولا سيمبا ولا سنايبر؟ يا بنتي سنايبر ما تلعبش مع راميروما تري هو البوتوكس والفيلر ولا ليه؟ كان لازم لي البوتوكس دو توت فاسون تو نابا لو شوا. ها انا بيجي لازم نمشي نام خاطر لي غيد اللي في الجبل ما يتنحاو كان بالبوتوكس. Je suis contre l'excès. اللي وجهه يبدا لبس عليه يمشي ينفخو. اما كان عندك دي غيد ولا عندك مشكله باش تنجكتي عادي. حلي وقتكم. لا خبيها الكرسيدة. شو ما شبه الكرسيدة تبدأ لبس الكولك بالركحل والكرسيدة هذيك صافي ان ستيل. نورمالمون نعمل بوتوكس على جدو شهر
à partir de 25 ans نجم على خاطر قد ما تعمل بوتوكس صغيره قد ما كي تكبر tu n'auras pas besoin le muscle يتعب donc ما عادش تبوتوكسي. Pourquoi مش engagé engagé ش معناها نعاود نعرس مره اخرى هو لازمني موديراتور انا تو ولا نسكر اللايف سنو باش نبدا نبلوكي ونسب على بعض اهلا اهلا بعمر راي ويجا تفضل باش نحط لكم القمع بكله هاي تفضل عمر شاي اخر واحد مسلسل هذاك 2007 هاك قاعد يتعدى في الوطنية اثنين انا توا عندي سيجار ودي مكفن هون هيدا شنو كمان ومازال سيجارو في الباكو واحسن حاجة ما نتكيفش ليسي مانيش مطلقة اختي في راسك ان شاء الله هاي ليس المعرسة مطلقة عطيها بان ريم نجم الواحد في السنين الأولى متاع الجامعة يخوذ بروس ويخرج يقرا البورس اي بيان سور باش تاخذ بورس لازمك تكون قراي ما يعطيوش لي بورس للعباد اللي نص البيس في القراي هذيك عليه ديما نقولكم اقراو على رواحكم ديما كي الفار القطوس امي اي حبيا اي جنبوس كنت عايز البنت عايز العسولة هكيكا يسألوا عندهم الفضول ديجا باش نسكروا اللايف باش نرقد هرمونات مش معدلة حطوني الخيوطة على الخطوة السؤالات التافهة ما يخرج Exactement, ils n'ont aucun savoir-vivre. Exactement. يمشي ويتلهي وكان بالتفاهات شكون معرسة شكون مطلقة شكون مصوحبة شكون درشنية كان تحكي لهم على موضوع مهم ريت ولا تسب ولا تحكي في حاجة تافهة يحظبو ما نتفرجش في التلفزة في رمضان ما نعرفش يعمل الله سايبو يا بنتي سايب خوك هطلع بحذايا ايج ايج حبي ايج اهرب قطع بجلدك سنفروا بحياتكم مبلول القطوس يا بنتي ما هوش لعبة والله خلطت عليك تحب تلعب غير قتلوا العب معي بسي تلعب معي ليه توا قالك كخ معناه ما يحبش ليه نو 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 صحيح شد 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 دكا يوفي شد شد من غاد شفت كي نعاود نعاقبك نسكر عليك الباب باش تتربى نو هاي اطلع لهنا اب نو ما هو الجوية ذيك يحس اهلا بكيم يا بنتي انا تاكلو تلعب معاه اخوها ها شو شعملها ركشلها في التركينة تلعب تلعب تحبو حتى ما تقدموش راي تلعب معاه يوفي كيوتا عسولة
ما وكاريك على روح يا بنتي، رديتوها مخطرة كيوتة يا بنتي، لا تشدوا ولا تاكلوا تحبوا تموتوا عليه. شوفوا حتى كي تلعبوا معاه يركضوا واحدة بعض. ردوا لي بنتي مخطرة، ما عنده شيء. ديما هو احسن وحسين افضل هاك تتبع فيه. شلقاو البيبي مسكر توا الزوز تكعبر الدل باش يتهدو ريتو. تلعب شوك في بوس فيها ريتو. ردت لي بنتي مخترة وباش تاكلو حالي جعانة. يلعب يلعب يلجو اعذروا له كيفاش يدحنس عليها. اعذر كيف يبوس فيها، كان جيت كان جاي حاس بخطر ما يبوسهاش. شو هذيك شين دونجوروز، ما نربيش وليدي ما يجموش يكونوا دونجورو. كيوتا روح ماما قالت تا انا دانجوروز. هاكا هربت زامة تحب تلعب مع، شوفوا من الحويج زامة متعلق. يا جماعة خليكم هنا بالحق مع شوية نمشي نريقل أموري. القطوس من جازي مرة يلعب، أي ما يحبش يلعب هاكا يلعب معاه. شو تخبلها ورا الريدو. شو شام رد بالك من آدم، رد بالك أمير. شفت تلعب تلعب يلعبو. عسولة والله باش تقمع أمير. يلعب معاها من ورا ريدو، تخبى زعما زعما هو في مخو تخبى، هي متنجمش تمشيلو. دراش فما ذبانة ولا حاجة، ايه سور فما ذبانة كتولي تشمشم هكاك، تكره الذبان والناموس. منفدلكوش منفدلكوش، احنا لهنا منفدلكوش. هني جيتكم دقيقة لازم نمشي التواليت دورجونس. اوكي عندكم فيو على البلافون. والله لاني هابطة نشري دخان اليوم، يا انا يا هون.
از زيت وصلت اي اني هون قعدت استعملوا تتعاركوا به قعدوا كنا مية صحاح يكتبوا التعزي زيت وصلوا وعش فيه وانت فين اذكر اذكر ليلة كلبة زوز مش كعبة باش ناخذ اهلا بنوها الله 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 كالعادة المساطر المساطر يا ميمتي هاي هاي خنخليكم شو الاخر يلعب اش بحبي ليلي ما تتنحل وجهها كان بزوز وتوا نسكر البيب وليد يقعدوا في البيت ما يبدوش يتعاركوا غادي يعملوا الحس عجيري يفهموني هما باش يرقدوا فاش المدام تويق قال لي شنيا شبيها شابت المدام مريتش كونكتيت الجملة ليه بالحملة تاع رمضان صدقوني الصباح باش نموت اليوم نريني في الكلب ينكس 500 ما شاء الله على ولدي هاي جماعة نقولكم بوسة كبيرة باش نرقد بالرسمي لازمني نرقد موجوعة باش نموت هاي خير عرقلينا ما عدتش اول نهار في رمضان عزقتو عمني اول نهار في رمضان شرفو خمسة متاع الصباح زيد هيت يوفيت تنريني يوفيت عندها مع التركيز مش نورمال تنجيبها تترينا اما نلمتش بنتي وانا كان ما انا معاها يوفيت تجم تقدمك خاطر فاسيل ما تلقاليش انا تقول عليك اهلا بحمدي اهلا باحمد متعبتش بالنوم ليه ليه ما كنتش ريقت يودي نهار كامل ولا نحرك تفرش في ستوريات وتفهم موجوعة موجوعة على الاخر مش نقط في اللايف نبدأ نتوجع ونبكي ونقولكم موجوعة مش حل وحليك ربي فضلكم بالرسمي ما عندكم حتى فكرة على الوجيعة كينا نسيت تجم تفهم على الوجيعة ذي الجيل ما تجموش تفهموه يا أمي يا أمي ساعة الحادقة كين بعض فرهدت وما رقدتش تنرجع لكم أما والله والله ميجرين وجيعة ما نحكي لكمش مازالوا عندي 40 عائلة 60 وعندي هنا 40 تذكرة و20 عند الأخرين خليتهم دونك اللي حاب يعاون يا جماعة يكملوا الأربعين عائلة اللي عندي وجماعة توا يكملوا الأخرين اللي عندي اللي حاب يتبرع على عائلة 150 دينار توا ما نجم نشرب حتى شيء عزيزتي سقايا ما عادش نحس فيهم بالصيف ما روح تنسوق عايش كي محمد مني خذاني خديت الدواء نرتاح نصايب ساعة ترجع فيا الروح ايش سنايبر كرش امك هيجا حش ولدي ممكن تيك ترقد على كرشي نرتاح انا ايش هيك هيك عايش ولدي ورقد ورقد عايش حبي يعني وقت تفهمني انت دي ما تركش لهني صحيتي كيك تدفى ما عادش نتوجع هاو سنايبر في بلاصه دبوس الماء سخونه عايش ولدي حس بيا ديما هاي هاي حبش الكاميرا وما صورك شامش مانيش هرب يا بنتي شمن دولي بران انت فين هاني خديت عنده شويه فلوس ليه ادم لمين استملي اما مازلنا عنا 100 عائلة يا بابا راه اليوم ديجا هاكم تخدموا قريب 50 كردونة قالكم ادم كل واحد يتفرج يكح كل واحد يمد دو دي كان اللي يتفرج الكل يمدوا 10000 10000 تنكملوهم 100 عائلة يا حبي يا
هاي صحيتك. سايبر ولدي عسل، ولدي ديك عشير عمري، ولدي الكبير 150 دينار بارفامي. هاوك هبطت لكم في ستوري، كي تاخذ معناها 150 دينار تتكفل بعائلة، بقضية عائلة. يل غاست 60 فامي، انا عندي انا مازالوا لي 40، خاطر احنا مقسمين جروب نخدموا ثلاثة عليهم. زينو عندي 40 كعبة، انا كان نكملوا الاربعين لاباس. هذو مع 20 وعندي 20 اخرى في الصالة. من 100 لمينا 40 عائلة. تتعاملوا بالتبرعات بالفلوس عزيزتي. اللي يحب يشوف يتفرج في ستوريات، شوفوا على اون عم ناول عندي انا، وشوفوا على اون عند لوست اند فاوند تاع عم ناول، وشوفوا ستوريتي اليوم هاك صورت لكم. هاني سافا، هاني مدفية. العباد اللي تبرعوا ان شاء الله في ميزان حسناتكم الكل شوية 150 يا خاتي، هات 150 مع 150 مع 150 يتلموا. عطايا يا ادم ديجا سي بون. والله ادم انتق، قالكم انت كان عندك اكثر. يا عم بوزينكم كل واحد 300 يا ولدي. هما مدوا 150 مش مدوا كل قدر وقدروا، هذا تبرع مش نحكم في الناس، اللي مد ما ربي كثر خير. ها هو مالي بون، ديجا صورت لكم كل قدر وقدروا. فوالا دونك بون بيرسون يتلموا الكل. انا مازال وعندي 40، 40 عائلة. بالعشرين عائلة جو 3 ملايين، دونك لازم 6 ملايين اخرين. حالة فقر اللطف. تابعوا ستوريات نهارات هذوما تنصور لكم كل شيء. تبرع متاع قفة رمضان، يا شنو اسمك ميجودة؟ إذا منطق، إذا منطق. هاكا رقدة كيوتا، وهذا هو رقد، وكاسين بطوطة منعرفوش وينه. عمر انت تقرا على روحك، ما سيرش ما فيكش مطموع. العبيد اللي تخدم واللي يجم ومرها يتبرعوا، اللي ما يقدرش ما يقدرش، كينك تبرعت كان ميت. نهوجي السيمبا كله مبلول. مغيار سايب لهنا لتكلي التواصيل. عزيزي يجيوني لرجل في حالة، صدقوني والله مشيت اليوم باش نصور لكم وباش نحضر كل شيء في حاله. ولي قاعدين يسنيالو لي في الكونت نتاعي برا، لا تربحكم انا على القليل الكونت نتاعي نعمل به في الخير، مش نتحايل بيه على العبيد.
ولا ندخل بيه في الفلوس. جيت شنيبانج ليك شوية وبلوكيتك. حسام الصغرونة ماني نبهت عليه يرجع يقرأ، قلت له ما نشوفش وجهك في اللايف نبلوكيك. غدوة يرجع يقرأ، ديك توا لازمو يرقد. ليه خريقت بالقاعدة غزل يا أحول؟ ليش كيفاش نبعث الفلوس؟ فين بليد عزيزتي انت؟ كينك البرا من تونس تبعث مونيغرام ولا ويستر يونيون؟ خلى بلاصتو فور ذا وين، اسمه يرجع يقرا على روحه. ماني نبهت عليه، قلت له نلقاك في اللايف وقت القراية نبلوكيك. صوتهم يجيب السعادة، هذا يغرغر من هوني والاخر يغرغر من غادي. حتى انا ما فهمتيش ادم شبه تحكي على الديدورون. يا بلقيس ما فهمتش واش تحكي. آه يا رب الكلب بريق ده تشخر. ويتم يغرغروا هاي جماعة، اللي يحب يتبرع يبعث لي اون بريفي ان شاء الله في ميزان حسنيته. وانا لازمني نرقد بالرسمي خاطر ما عندكم حتى فكرة قديش موجوعة، بس كيف نحكي وشوفوا ستوريات متاع اليوم. قالت لك انت قلت المرة اللي فاتت تحب حاجة تنحي العرق، يا اخي هي تذكرتها. ني ني ما يشبهش اليودا. سنايبر سكريت بيرماني عسل ولدي كيودا لفعة. سنايبر الحب يودا بيرسون وجه هكا مفرطح. سبحان ربي ديما كل ما يجوني للريجل تلقى سنايبر راقد هكاك فوق كرشي ما يخلينيش حتى لحظة، يحس بالوجيعة متاعي. سبحان الله والله. آه يا أمي آه. هاي نعطيكم بوسة يا جماعة، والله لا عاد نجم حتى نحكي. عزيزتي خلنا نرتاح شوية، كنت فرهدت نعاود نرجع لكم، والله موجوعة على الآخر. بيزو هواي. كيفاش نجمو نساهمو في القفة؟ تتبرع يا عزايزة بالفلوس. عاملين 150 دينار تتكفل بعائلة، احنا عنا 200 عائلة، توا وصلنا كان ل 40 عائلة، مازالو 60.
واللي حب يتبرع بقضية بيه كبيرة يتبرع. ليلتكم زينة، الناس الكل كان أمير. ميسيرش عمر وخيك عويش تسامحوا، عملوا هدنة. ريما بحري تفرج في ستوريات يا عزيزتي. يا ايه باش نقول ايه، قلت ريما تفرج في ستوريتي تا تفهم عزيزتي. اي اللي باش يتبرع بقضية يجيب كاردونا فوالا، يجيب لا اشكاره سكر ما نجموش اشكايره، خاطر كيفاش باش نحطوها من بعد في فما بيت جيبولنا اشكاير متاع سميد 20 كيلو، وما نجموش هذوك، لازمنا اشكاير صغار معناه. كي نحكي علاش تعاركنا توا كلها تسبو وغير هنا ساترو ميسيرش عايش كريم. مش خاص كان جو اللي دار لوبينيون كل هكا خليني الانستغرام نتاعهم الخير. صدقني يا اسكندر ما يحبوش حتى يبارتاجيو، بربي خليني ساكته. ابار في تونس انستغرامزه واحده تبرعت ان شاء الله في ميزان حسنات عادي، حتى نعبي كردونة ونجيب. اي بيان سور نقبل عزيزتي نقبل، اللي يحب يتبرع بالقضية يقضي قضية، اما مش تقضي قضية متاع عائلة معناها، خاطر احنا الكراد نهزوهم الكل كيف كيف، مثلا نجيب ستوك مقرونة ولا نجيب ستوك زيت ولا، فهمت؟ باش نجمو احنا القضية ذيك نقسموها على العبيد الكل كيف كيف. توا اليوم مثلا صورت لكم فما شكون جيب مقرونة باريلا معناها قضاء قضية، وجيب مقرونة باريلا تصورونا حاطين لهم في الواحد مقرونة باريلا معناه. جوت فيلا مرحبا. عمني ولا عن عبيدة تبرعت بالزيت، عن عبيدة تبرعت بالدقلة، عن عبيدة كل واحد، فما شكون جيب لنا تن، فما شكون جيب سردينة، فما شكون جيب ما اما بعناها صندوق مش كعبة ولا اثنين، فهمتوا؟ ربي يفضلكم. مقرونة ب6000، شنو اللي ب6000 يا ادم؟ هاي الباريلا، هاي درا شكون حط الباريلا؟ حطيك شي الاول رمضان، اول باش نطلعوا ان شاء الله ليله الشك ولا نهار الاول في رمضان باش نهزوا البارتي الاولى، وبعدي كان نكملوا الجمعه اللي من بعد نهزوا للبارتي الثانيه. كل ما نلموا فلوس نقضيو بيهم نوصلوا حتى الليله نكملوا العبيد اللي لازم نمشيوا له. ما مبرر ارقد غدوه تقرا. نسرين تخدم عزيزتي في صوصه امي ما امي. آه يا أمي آه. عايشكم رمضان نهار السبت. مازال المفتي ما قالش أي روضة تبو انفايي با وستر يونيون. عم ناول ما شاء الله، هنا لميت 11 مليون وحدي وجميع اللي معايا لموا فلوس وزيدوا عطاونا تبرعات، هزينا الألفنا عائلة ما شاء الله معناه. كي نلقاو الخير بزيد نعطي في تونس، وهزينا العبيد في تونس والبرا من تونس، وفما موائد الفطار زادة في رمضان، موائد الفطار 350 عائلة في الكرم. روضة ديجا بعثولي عزيزتي وستر يونيون عبيد ومشيت جبدتهم، هذوكم الفلوس اللي اليوم صورتهم اللي لميناهم اليوم
لمينا ما بيني انا وجماعة، لمينا 6 ملايين. اثنين الشركات، ما فما حتى شركة تبرعت. عزيزة سامحني، أمراني ما ناكل في حتى دار. ريما ربي يفضلك ميمتك، أما ورا سختي ما ناكل في حتى دار. عايشكم هاي جماعة، نبوسكم. كما قلت لكم اللي حبيت يتبرع يجيني يحكي معايا في البريفي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان ارتحت من هوني لمن بعد تنحل سينو ادوما، ما اكثر باش نرقد بالحق، معناها في حاله. يا امي، يا ربي. سبحان ربي، الحيوانات كي صغار وهاك سكرت عليهم الباب رقدوا. شكفي مع النقليات. لا إله إلا الله. عيشكم ربي يفضلكم. وتفهم كرشي توجع، ظهري يوجع، ميجرين، كل مع بعض. ارقد بنتي ارقد. هاي نعطيكم بوسة ودوما إن شاء الله. شو عاود رجع عاشك في عنقني متاع رجع يدك. بنوي الناس الكل، ارقد.